بالرفض أجابت سلطات قناة بنما على طلب تقدمت به المجموعة القائمة على توسيعة القناة، والتي تهدد بتعليق العمل في حال عدم توفير سلطات بنما للمبلغ الإضافي المخصص لكلفة المشروع، والذي يقدر بنحو مليار يورو من أصل ملياري يورو تقريبا. في هذا الخصوص يقول رئيس بنما: سأتوجه إلى إسبانيا وإيطاليا لأطلب من كل حكومة أن تتدخل، لأن الشركة لا يمكنها أن توفر مبلغا هائلا كهذا نظرا لتكاليف مشروع التوسعة الباهظ. هو عمل من أجل البشرية، دفعوا لأجله ثمنا والآن لا يمكنهم توفير المبلغ بسبب ارتفاع الكلفة. وقد بلغت عملية التوسعة الجارية حوالي 70%، وهي تهدف إلى توسعة وتعميق القناة البالغ طولها 80 كيلومترا، بما يمكن السفن الكبيرة من المرور عبرها بين المحيطين الأطلسي والهادي. وأمام المجموعة القائمة على المشروع الآن 3 أسابيع للإجابة على طلب السلطات التي ألمحت باللجوء إلى أطراف بديلة.